اليوم سنتحدث عن ترددات السولفيجيو، بعض الناس يسمونها سولفيجيو، وهي أصلا لاتينية موجودة. أعتقد أن الطليان هم أكثر من استخدمها، والسولفيجيو لها علاقة في التون مال الصوت، فهي حتى احنا مسمينها سولفيجيو تونز أو تونز. التون هي الصوت اللي تسمع. في الأصل السلم الموسيقي هو بهذه الطريقة. اسمع مثلا دو ري مي فا صول لا سي دو، فكل تون في له نغمة وتعزف أو تغنى. فالسلم الموسيقي هو سولفيجيو أيضا، هو يمشي على تونات يعني. وكل تون راح ناخذه ونشوف الآن ونتعرف عليه. القصد أنهم هذه يعني الأصوات استخدمت منذ آلاف السنين في التشافي، في التوازن، في الانطراب، في الفرح، في التعبير. فاستخدمت الأصوات كطريقة للتعبير عن الموجود في الداخل أو للحصول على شيء من الخارج. في كل تقريبا الأديان وفي كل العادات والتقاليد والحضارات يوجد صوت كجزء من الحضارة أو من الثقافة ويستخدم. فممكن يعبر عنه بطريقة موسيقية، ممكن يعبر عنه بطريقة أخرى، بس هو موجود في كل الحضارات وفي كل الثقافات وفي كل الأديان. حتى مثلا الناس اللي مثلا عندنا بعض المسلمين، بعض اليهود يرون في تحريم الموسيقى مثلا، فحتى هؤلاء يستخدمون أيضا الأصوات كطريقة علاجية أو ترتيلية أو كذا. فبالتالي حتى القرآن أصلا يجود يعني يستخدم فيه السولفيجيو، وإلا ما يصبح تلاوة صحيحة. وذلك في الحديث النبوي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يتغنى من الغناء، يغني يعني يغني بالقرآن، يعني يعبر عنه بهذه الطريقة الصوتية، وإلا يصبح هو في الحقيقة قراءة لكنه مش تعبير عن إحساس، عن مشاعر، عن معنى موجود. وذلك استخدام ألفاظ أخرى غير الغناء هي ألفاظ غير نبوية، مثل النشيد مثلا. أوكي، هو عادي تقدر تستخدم لفظ نشيد، بس هو لفظ كنسي استخدم في الكنيسة. ولذلك كتاب النشيد الأناشيد هو كتاب سليمان، فذلك هو كتاب من الكتب الرئيسية في الكتاب المقدس في العهد القديم، موجود كتاب نشيد الأنشاد، فهو الأنشاد والنشيد، وينشد في الكنائس النشيد. لو عندي مريض أمامي وبديت أرتل عليه بهذه الطريقة واستخدم التجويد الصحيح ومد اللين الصحيح واستخدم النغمة هاي، الآن بدأ الموضوع يدخل في تشافي. الشامان يعملونها. الشامان هم هذول اللي مثل الهيلرز أو المعالجين عند الهنود الحمر. دم 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 يستخدمون النغمة. الصينيين يستخدمونها. البوذيين يستخدمونها، الكهنة في التبت. الهنود يستخدمون كل الحضارات تقريبا، كل الثقافات. في عندها تبصرت على فكرة طبقنا، تحس انت، انا احس جسمي الان غير، صار اختلفت فيه شوية خلايا او بدأت تتوازن. فذلك في كل الثقافات في كل الحضارات موجود. اذا انت ما انت مرتاح للصوت الموسيقي عادي اوجد اصوات طبيعية، اذا انت مرتاح عادي. الصوت الموسيقي صوت جميل مؤثر، يتغلغل في النفس، يؤثر فيها.
أكيد أنت حر، استخدم أي نوع. على فكرة هي في السولفيجيو احنا ما نستخدم موسيقى عميقة، هو استخدام التون فقط، هو استخدام الجانب. أنت ممكن تنشي بعض، لوحظ مثلا، أعطيك تجربة، أحيانا تشاع يعني خرافات. مثلا يقول لك اللي يروح عند القبر الفلاني غريب، يعني يتشافون، أو في ناس يروحون عند عيادة معينة أو عند شخص معين وكذا ويبدون يتشافون. أعطيك مثال، مثلا نموذج في الهند لوحظ أن عيادة متواضعة جدا، ولا فيها يعني يستخدمون أعشاب عادية جدا وكذا، لكن لوحظ أن فعلا الناس اللي يروحون هناك يعني يحصل عندهم تشافي فعلا، بس يباتون 3 4 5 أيام أسبوع وتجيهم حالات غريبة وبعدين يتشافون. هذول الناس اللي حاصل في العمق انهم قاعدين يسمعون نغمه ورا، طبعا انت كنت محول كهرباء او شيء كذا، بس طالعه نفس النغمه الان احنا مشغلها، ممكن شيء يون، اي شيء يعني، ممكن محول كهرباء قاعد يون، ممكن شغله يعني في الخلف تطلع نفس الصوت، تطلع نفس، المهم ان الترددات هذه هي هذه. فهم طول ما جسمهم قاعد يتلقى هذه الترددات، هم الجسم قاعد يعيد توازنه، لأن هذه حقيقة الترددات اللي هي أنت تستطيع أن يعني تعمل فيها التوازن، هنتكلم عنها لكم بالتفاصيل عن كل واحدة منهم. هل سؤال، هل هناك وقت مناسب لسماع هذه النغمات؟ وقت مناسب ليس بالضرورة، أحيانا يعني يكون إذا تسمع بحدود ثلث ساعة إلى نص ساعة يوميا مناسب جدا. في الغالب إذا بتحصل على نتائج ربما تحتاج لها 3 أسابيع 4 أسابيع، بعض الناس يمدها إلى 6 أسابيع حتى تبدأ تشوف نتائج حقيقية يعني. سؤال، هل أستخدم الهيدفون ولا ما أستخدم الهيدفون؟ مع الباينورال هذه بنتكلم عنها لاحقا، الهيدفون مهم جدا. إذا تستخدم الهيدفون مع سولفيجيو هو أفضل، إذا كنت أنت مركز وقاعد تنتبه أفضل. لكن حتى لو ما استخدمت الهيدفون او ما انتبهت تماما هم ايضا تستفيد، يعني ممكن تكون هي خلفية وانت قاعد تسوي شيء ما تحتاج انتباهك 100%. سؤال، هل النغمات هذه موجودة بالانترنت وممكن نحصل عليها كذا؟ موجود، اي انت تستطيع تختلق هذه السولفيجيوس من حتى من الاورج مالك، يعني ممكن بالكيبورد مالك انت تسوي كذا، لكن الحقيقة الجودة منخفضة. احنا اللي احنا اخترناه جودته عالية جدا، احنا هاي شارينهم، فهي هاي جودتهم عالية ومعمولة بطريقة يعني مدروسة صح، لذلك أنت مستفيد كثير يعني. سؤال أيضا، هل ممكن أستخدم السولفيجيو في المكان؟ أنا دائما أستخدمه بهاي الطريقة، يعني ممكن أحط النغمات هذه في البيت وخليها تشتغل لمدة ساعات، مو موجود أنا لكن أخليها تشتغل، فتوفر لي ذبذبات ال 528 أو ذبذبات 417 أو ذبذبات 741، هاي هنتكلم عنها بالتفاصيل كذا حسب الحاجة يعني، فنعم اعملها. سؤال، هل ممكن احط مثلا كوب او جلاس ماي واستخدم؟ نعم، لان الماي اصلا يحفظ الذاكره، الترددات نفسها او الكلام او اللون او كذا، فممكن نعم تحط مثلا ترددات 528، تحط كوبين ماي كبار او بطلين ماي كبار وبعدين تشربها طوال اليوم. نعم، لكن خليك منتبه ان الماي يفقد الذاكره سريعا، يعني هو ممكن يتاثر في خلال ساعات، يقولون 24 ساعة ماكسيموم، فأنت لو حطيت بطبع شربته بالكامل ممكن هذه تحصل على الفائدة أكيد فورية يعني. لكن خليته بالثلاجة وبدأ يوم يومين ثلاثة قد لا تستفيد يعني، فممكن تعملها بطريقة يومية، في الصباح تخلي الكوبين كذا أو تعلم حد يعمله أو أنت تعملينه للأولاد أو أيا كان، وبعدين توزع الماء عليهم حسب الاحتياج من الترددات اللي انت تريدها من هذه النغمات. فالماء في الحقيقة هو سبيل قوي جدا ومستخدم مرة أخرى في كل الثقافات والحضارات، يستخدمون المسيحيين في قضية التعميد، في قضية التشافي، يستخدمون المسلمين في الجوانب النفسية اللي يسمونها مس، طبعا ما لها علاقة في المس، لكن تستخدم في قضايا مثلا تشافي نفسي وكذا، يستخدمونها الصينيين واليابانيين وشعوب الهنود يستخدمونها كثيرا.
فالماء نعم له يعني هو عامل مشارك في هذه المسألة. الآن سأدخل في موضوع الترددات وما تعني. خلينا نبدأ في أول وحدة. إذا تلاحظ أن الترددات أو النغمات موجودة على تردد، والتردد هذا بالهيرتز، فحتى لو عزفت على البيانو حتعطيك 528. 528 ايش؟ 528 هيرتز. هيرتز يعني ايش؟ يعني نبضة في الثانية، فهي 528 نبضة في الثانية، فهذا المقصود فيها 528 يعني 528 هيرتز. شنو تلاحظ في الأرقام؟ 174، 285، 396، 417، 528، 693، 741، 852 و963. هل لاحظت شيء؟ لو لاحظت هي تبدأ في 100، يعني 1، 202، 303، 4، 5، 6، 7، 8، 9. الأرقام هذه تبدي غير. بعدين الرقم اللي وراه هو 174، الرقم اللي وراه 7، 7 لاحظ، 8 طبعا ما عندنا صفر، بنروح 9، 1، 2، عفوا 7، 8، 9 ما عندنا صفر، 1، 2، 3، 4، 5، 6 لاحظت. الرقم الثالث هو 4، 5، 6، 7، 8، 9 وينتهي في 3. لاحظت هذه ملاحظة الفريكونسيز، يعني تسلسلها ماشي بهذه الطريقة. أيضا إذا تلاحظ مسألة عجيبة جدا في موضوع السولفيجو، أن الأرقام كلها تقبل القسمة على 3. شوف لاحظ يعني 174 لو حطيت الأرقام، لو جمعتها طبعا، 1 زائد 7 زائد 7 8 زائد 4 هي 12، 12 تقبل القسمة على 3 تعطيك 4، 2 8 5، 2 زائد 8 10، و5 15 تقبل القسمة، 3 زائد 9 زائد، هكذا لو عملتهم كلهم حتلقى نفس الفكرة وتختم في 9 6 3 وهذا رقم سري. وهذا لعل كلام نيكولا تصل انه بالنهاية في سر في الكون ما نعرف شنو، بس انت حتفهمه لما تفهم 3 6 9. فلاحظ 3 6 9 هني تشتغل مع كل الكذا كان تصل، وهذا يعتبر من اطول مخترعين القرن الماضي وربما القرن الحالي كذلك. هو يمشي على كل شيء بثلاثة في حياته، ما أعرف شنو، حتى كل شيء لازم يقبل، حتى لو بياخذ غرفة بالفندق لازم تقبل قسمة على 3. أنت مو بالضرورة تكون مهووس بهذه الطريقة، لكن هو ربما له سر في هذا الموضوع. هذه بس ملاحظة سريعة. حتلاحظ أن احنا أمامك الآن المنيو، لما تدخل هنا حتجد المنيو هذه موجودة اللي صار لها ساعة على الشاشة. هذه الآن حنختار واحدة ونبدأ نتكلم عنها. اختار 174 نبدأ فيها، تضغط البلاي حيطلع لك الآن الشاشة التالية. طبعا انت حتلاقي هذه الشاشة على فكرة لو شاهدتها هم تستفيد، احنا طبعا مستخدمين اللون المناسب لهذه الترددات، مستخدمين الصور المناسبة لهذه الترددات، احنا استخدمنا اللون والصوت والصورة والحيوان المستخدم معه والشكل فلذلك حتجد الأشكال متطابقة مع هذه الترددات، حتجد الرموز متطابقة مع، حتجد الحيوانات اللي نستخدمها متطابقة مع كذا، حتجد أشياء الألوان الكذا متطابقة مع هذه الترددات، يعني مختارة بدقة ومو فيديو بس لا. لذلك حتى هذه الترددات، حتى لو ما كنت تطالعها أنت، حتى لو إنسان أعمى قاعد يسمع هذه النغمة طبعا 100% يستفيد، حتى اللي قاعد يشتغل أيضا هو يستفيد منها، يعني أيضا هي ترددات. كل حاجة في النهاية في الكون هي عبارة عن ترددات، فلذلك هي دقيقة. لو أنت بديت تشاهدها أنت أيضا تستفيد، لو ما شاهدتها عادي أنت تستفيد من النغمة، لو ما انتبهت للنغمة أنت أيضا تستفيد، حتى لو خرجت من الغرفة الغرفة تستفيد. فبكل الحالات أنت تستطيع أن تستخدمها استخدامات عدة جدا لا يمكن إحصائها. سنعطيتك بعض الأمثلة، خلينا ندخل بالتفصيل. 174 وماذا تعني؟ طيب عندنا الأولى اللي حنبدأ فيها اللي هي 174 هرتز. احنا معطينها عنوان، ممكن إذا أنت عندك جدول الآن وقاعد ترسمها، فعنوان هذه الترددات هي إنزال الألم أو تخفيض الألم والأمان. هاي طبعا تعتبر أخفض نغمة موجودة في السولفيجيو، وهي تعتبر كأنها مخدر طبيعي، يعني لو أنت شغلت تشعر بالتخدير،
هي تعطيك لأنها منخفضة جدا. فطبعا هي اللي تقوم فيه إن هي في الحقيقة تخفف في الألم، إذا كان في ألم جسدي ممكن استخدام هذه الترددات، أو إذا كان طاقي، في ألم طاقي مزعج كذلك الطاقين هم أيضا ممكن تخدر أو تخفف أو تضعف الألم. أيضا هذه الترددات تعطي شعور بالأمان للأعضاء اللي موجودة في الجسم، تعطي شعور بالأمان، تعطي شعور بالحفظ، تعطي شعور بالحب، وكذلك هي تشجع الأعضاء أنها تقوم في يعني عملها بالدرجة المطلوبة منها، يعني بأحسن يعني درجة ممكنة. فتستخدمها للألم، تستخدمها شعور الأمان، تستخدمها لتشجيع أعضائك لعملها بالطريقة الصحيحة. التردد اللي بعده هو 285 هرتز. 285 هرتز احنا مسمينا الفورمة الأصلية، الطاقة والتجديد، ثلاثة مسائل: الفورمة الأصلية والطاقة والتجديد. خلينا نشرح 285. هذه تشجع مسارات الطاقة، يعني هي تقوي وتنشط مسارات الطاقة، تقدر تستخدمها في تنشيط الطاقة عندك. هي ترسل أيضا رسالة اللي هو لإعادة استراكتشر، هيكلية الأعضاء. يعني لو عندك عضو متضرر وهو قاعد ينمو الآن أو قاعد يتشافى، هذه مناسبة جدا لقضية الريجوفينيشن، التجديد. يعني هي أيضا تستخدم لأنك أنت تنشط جسمك وتعطيه تجديد، فممكن تنشيط وممكن للتجديد. طبعا تستخدم كذلك لو كنت أنت صالون وكان عندك انت صالون، تحطين هذه النغمة للجلد، للبشرة، لكذا ممكن تستخدمها. اوكي، الفريكونسي اللي بعدها اللي هي 396 هرتز. هذا التردد نيته هو يحول الشعور بالحزن الى الشعور بالاستمتاع، يحول الشعور بالتأنيب او يحرر من مشاعر التأنيب والمخاوف. هذا نستخدمه احنا في التخلص من الشعور بالمخاوف، من الشعور بالتأنيب. فهو في الحقيقة هذا تردد مهم جدا. في العادة تبدأ فيه إذا في بيت أو في مكان في خوف كثير، في تأنيب، في مشاكل، في معاناة، في حزن، في حوادث حصلت من قبل، تستخدم هذا التردد لفترة لعمل تنظيفات، يعني فيشيل الحزن، يشيل التأنيب، يشيل المخاوف، يستبدلها بالجوي، بالاستمتاع. هذا تردد مهم كذلك، يعمل تنظيفات، وفي التنظيفات هذا التردد جدا مهم يعني. وهي أصلا هذا معيق للتطور، معيق للوعي. يعني إذا شخص عنده تأنيب، عنده كذا، فهو هذا بالنسبة له معيق، ومعيق لتحقيق الأهداف كذلك. ال 396 هي في الحقيقة جميلة جدا، يعني استخدامها للتخلص من ما يسميه فرويد ديفنس ميكانيزمز، او الدفاعيات، الميكانيكيات الدفاعيه. الشخص يستخدم سيلف سابوتاج، يستخدم خوف، يستخدم تانيب، يستخدم وساوس، يستخدم كذا لتغطيه شيء ثاني مختلف. ايضا هذا التردد للتخلص من العوائق او البلوكات هذه الموجوده في الطاقه، بالذات من خلال القناعات السلبيه، فهذه تساعد ايضا في التخلص من بعض القناعات السلبيه. وتيبك إلى اللحظة، هذه فريكونسي جميل ومهم جدا يعني. اللي بعده هو 417 هرت. هذه واحدة من نغماتي المفضلة، مو أقصد على العزف، أقصد على استخدامها، يعني أنا أستخدمها كثير. لأن 417 هو في الحقيقة يفيدك في مسألتين مهمتين جدا، وأنا مسميها هاي نغمة التغيير. أولا هي تعمل undoing، يعني تخلصك من بعض الظروف اللي قاعد تمر كذا، وايضا تساعد في قضيه احداث تغيير. فهذا السولفيجيو مهم جدا، هو لاحداث تغييرات. فاذا اردت ان تحدث تغييرات في مؤسستك، في شركتك، في مكانك كذا، هذه بعد ما تعمل تنظيفات وكذا، هاي بالحقيقه مهمه جدا. هذه الترددات جميله يعني. هذه ايضا تنظف التروماتيك اكسبيرينسز، يعني التجارب اللي فيها تروما شوي. اللي عملته من سيلف سابوتاج في السابق، لما واحد مسوي يعني قرارات كثيره مو جيده، هذا وقت مناسب. ساعات مو انت، المكان نفسه متاثر بطاقه سلبيه وكذا، ايضا هذا جيد. انا لما نزلت بيت جديد
خليت هاي الفريكونسي شغال فترة طويلة شوي، ما اضمن، ما اعرف شنو القرارات اتخذ كذا، بس مبين ان البيت كان فيه تكسر، في ما اعرف ايش في كذا، فهو في الحقيقة هذه فريكونسي ممتازة تضع هذه النية الجديدة الان كذا. فهذه يعني طاقة التغيير، اوكي، هاي ترددات يعني المساعدة في احداث تغيير. التردد اللي بعده 528 هرتز. 528 هنا له ميزتين عظيمتين، احنا نسميه ترانسفورميشن اند ميراكلز. هو ترانسفورميشن ايضا هو التغيير، الذوبان في شيء جديد، انتقال مرحله لمرحله، وميراكلز هو المعجزات يعني. وايضا يطلق عليه احيانا ذا دي ان اي ريبير، هذا اللي هو يعني يعمل اصلاحات في عمق الجينات، في خلايا العميقه في الجسم. فمي ممتاز جميل جدا، او ال 528، ويستخدم في انك ترجع الدي ان اي الى وضعها المثالي الاصلي. ايضا هي تحدث تغييرات اذا انت محتاج معجزات في حياتك فعلا، يعني هذا التردد هو في الحقيقه تردد معجزه، يساعد في تنشيط الطاقه، يعطي وضوح اكثر، ياتي بوعي اكثر للذهن، وعي اكثر للنفس، يحرك موضوع الإبداع لدى الإنسان في ذهنه، يساعد في الشعور في العمق، في السلام الداخلي، حتى ساعات يسمونه الرقص كذا مع الكون، انك تشعر في المتعة الداخلية والاحتفال او الامتنان. يساعد في الإماجينيشن او التخيل، وهو في الحقيقة هذا ايضا يسمونه تردد النية، يعني انت ممكن تحط نية وتشغل هذا التردد فهو تفعيل هذه النية. يعني مو هين ان الناس يحبون هذا التردد بسبب انه فيه الكثير من يعني يساعد في الكثير من الاشياء. التردد اللي بعده 639 هو احنا مسمينه ريكونكتنج اند بالانسنج ريليشنز، هذا للعلاقات ولعمل التوازن. ف 639 انت ممكن تحطه لو كان في اضطراب شوي في العلاقات في البيت، بينك وبين زوجتك، بينك وبين زوجك، بينك وبين الاهل، الاولاد، في علاقات مضطربة في العمل، أيا كان، تستخدم هذا التردد 639. ممكن تستخدم في العلاقات، في المشاكل العائلية، في المشاكل بين الأصدقاء، في المشاكل الاجتماعية. لما تتكلم على مستوى الخلية وعمق الخلية، ممكن هذه تساعد الخلايا أنها تتواصل مع البيئة اللي حولها معها. إذا كانت بعض الخلايا مضطربة مثلا، ممكن يكون تواصلها صحيح، مثلا مع مرض الام اس او غيره كذا، اللي يكون تواصل مو جيد، كان ممكن تعمل في تواصل مع الالزهايمر مثلا، ممكن يشتغل هذا التردد جميل. تساعد في التواصل، تساعد في الفهم، تساعد في القبول، وتساعد في الحب. التردد اللي بعده ايضا انا احبه هذا كثير واستخدمه كثيرا، هو 741، هو لحل مشاكل. انا مسميه هذا تردد الحلول، مو لاقي حلول او مو قادر توصل للحل، او قاعد تحاول تحل المساله بس الطاقه مو ماشيه صح. استخدام هذا التردد اولا على مستوى الجسم هو حقيقه تنظف الخلايا من التوكسنز، التلوث اللي موجود فيها. ايضا فهو يقود الى صحه افضل، يقود الى حياه ابسط، يقود الى انت اذا بتنشئ دايت او نظام غذائي في حياتك صح، هذا التردد ممتاز للعمل. إذا أنت تبي تحاول تتجنب التلوثات قدر المستطاع، هذا أيضا نغمة جميلة. هذه طبعا يعمل على تنظيف الخلايا، ينعلم على تنظيف حتى أحيانا الإلكترومغناطيك راديشنز، إشعاعات الإلكترومغناطيسية اللي حولك. تطبيق ثاني لهذا التردد هو لحل مشاكل من أي نوع، حل مشاكل في العمل، حل مشاكل في البيت، حل مشكلة معينة، في حل برنامج أنت تبي توصل له إلى آخره. فهذا ممكن يستخدم، ايضا ممكن يستخدم في تقويه السلف اكسبريشن، يعني التعبير عن الذات كذا، واحد بيحاول يكون اكثر معبر، فهذه تعطيك بيوريتي، تعطيك طهاره، نقاء كذا صافي في عمل يعني تعبير افضل. تردد اللي بعده 552، الالهام ولي هالعنوان طبعا، الالهام عمل النظام الروحي لما يصير في شويه فوضى، يعني النيه مالته انت تبي توقظ الالهام لديك، او تبي ترجع للنظام الروحي، ما ادري ايش اللي صار، لخبطه روحيه كذا، يشيل منك الوهم
اللي قد الناس عايشين أوهام كثيرة، ما عايشين في المادة متعمقين، يعني ما يشوفون إلا اللي يشوفونه، وما يسمعون إلا اللي يسمعونه، وما يحسون إلا اللي يلمسونه وكذا، فضايع منهم عمق الحياة ضايع. يعطيك العمق إنك تشوف ساعات الأجندة مالت الناس، يعني الناس تخفي أجندات كثيرة، التيارات، الجماعات، السياسيين، رجال الدين يخفون أجندات، أنت تكشف لك هذا الموضوع، أنت تكون مو واعي، ما تدري يعني. أجندة المكان، أجندة الشيء، كل شيء له نية، كل مكان له نوايا، فأنت تعطيك هذا الإلهام، تدرك هذه الطاقة، ممكن تستخدمها كذلك إذا شخص مو قادر يفتح شوي للتواصل، تحط له النغمة هذه حتى تفتح له تواصل يعني. ممكن تستخدمها لرفع مستوى الوعي، لأن هذا متعلق في الجانب الروحاني كذلك. أيضا ممكن يستخدم مع الخلايا، انه يرفع مستوى الخلايا، الخلايا مضطربه، قاعد تشتغل بطريقه صحيحه، فاقده رسالتها الصحيحه، فممكن تعطيها هذا الموضوع، ممكن تستخدم في عمق الرساله كذلك. ممكن اذا تنتقل الى بارلل افضل، الى وعي اكثر، الى مستوى احسن، هذه كذلك الترددات معينه في ذلك. التردد الاخير في السولفيجيو هو 963، هذا أعلى تردد في السلفيجيو، وهذا التردد هو احنا مسمينه التوحد والبيرفكت والمثالية، يعني ونس كذا، شعور بالكمال كذا. هذا التردد يستخدم إذا أردت أن توقظ أي نظام إلى نظام إلى حالته المثالية، اي نظام بحالته المثاليه، بما فيها الجسم، بما فيها الجانب الروحاني، النفسي، العقلي، اي كان. هذا طبعا هو هذا التردد بالذات متواصل مع اللايت، مع النور، فلذلك هو يدعم الجانب الروحاني كذلك كثير. اذا انت بترجع الى الشعور بان هذا الكون كله في نوع من التواصل معه، هذا التردد جميل، يعني يعيد تواصل الروح مع الطاقات اللي هي مو مرئية، اللي هو العالم الروحاني، فهذا شعور أيضا يشعرك بأصل الطبيعة، الطبيعة هذه بحد ذاتها جزء من الكون. هذه مجموعة من تراث السولفيجيو، أنا أعتقد أنك أنت بإذن الله حتستفيد من هذا الموضوع، وتابع معنا في برامج تدريبية أخرى.